دائما في ذات الملف. ويلتحق بنا عبر الهاتف السيد صلاح عبد الغاطي، محلل سياسي ورئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني. أهلا بك سيدي. أهلا وسهلا بك وبكل شعبنا بجميع. طيب، كيف هي الأوضاع في فلسطين بعد قرار تطبيع الإمارات مع الكيان الصهيوني وحديث الإعلام العبري عن دول أخرى ستعلن تطبيعها مع الكيان الأيام القادمة؟ هناك حالة من الغضب والرفض والاستنكار الشديدين للإعلان الثلاثي الأمريكي الإسرائيلي الإماراتي بشأن اتفاق سلام ما بين إسرائيل وأبوظبي، والكل اعتبر ذلك نسفا للمبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وحتى قرارات جامعة الدول العربية. وهناك إجماع فلسطيني من كل مكونات الحركة الوطنية والمثقفين على أن هذا الاتفاق يشكل طعنة في ظهر المواقف العربية والقومية وهدية مجانية للاحتلال، كون هذا التطبيع يأتي مقابل تجميد خطة الضم في أراضي فلسطين وليس إلغائها، مما يعني بقائها على الطاولة أو تأجيلها، وبالتالي هذا لا شيء. وكذلك هذا الأمر ينص على بشكل أو بآخر على إلغاء مبادرة السلام العربية التي اشترطت بالحد الأدنى التطبيع مقابل الاعتراف الكامل بالحقوق الفلسطينية وتجسيدها بدولة مستقلة وعاصمتها القدس على أراضي 67. وبالتالي هذا الأمر يأتي في سياق تطور العلاقات في المنطقة وفي اتجاه الصراعات المفتوحة، وربما يأتي في إطار أقرب إلى تحالف منه إلى اتفاقية السلام. الإمارات ودول الخليج لديها تخوفات حقيقية من إيران، وبالتالي هي تريد كسب المواقف الأمريكية وإسرائيل باعتبارها قوة إقليمية متنامية، وفي المقابل إسرائيل تريد أن تفتح علاقات اقتصادية وعربية في هذا المجال وتجاوز الشأن الفلسطيني. وبالتالي هذه المعادلة التي تقوم على لغة المصالح بعيدا عن إدراك طبيعة الأمن القومي والتهديد الذي تقيمه هذه الدولة على كل المنطقة وشعوبها والحقوق العربية والفلسطينية، وبالتالي ردود الأفعال غاضبة، ولكنها لغاية الآن في حدود رد الفعل دون أي فعل حقيقي جاد من أجل قلب الأمور وإجراء تغيرات حقيقية. فالانقسام السياسي الفلسطيني سمح لهذه الدول بتسجيل اختراقات هنا وهناك، وأيضا سمح بالتأثير على العلاقات العربية في إطار الأحلاف والتباينات في داخل المنطقة، وسمح لتدخلات خارجية في القضية الفلسطينية أكثر مما ينبغي في هذا المجال. هل ترى أنه في سبيل التخلفات الاقتصادية والسياسية في منطقة الشرق الأوسط تم التخلي عن القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني؟ للأسف منذ صعود الرئيس ترامب إلى سدة الرئاسة الأمريكية وإجراء تغيرات حقيقية في السياسة الخارجية الأمريكية تقوم ليس فقط على الانحياز وإنما على الدعم الكامل والشراكة، بل التقدم أكثر من المشروع الاستيطاني الكولونيالي الإسرائيلي في دعم هذا المشروع من خلال الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، ثم أيضا توقف مخصصات دعم لوكالة الغوث بقصد تعطيلها ومحاولة الضغط لإلغاء صفة اللاجئ المتوارثة، ومؤخرا دعم مخططات الضم للضفة الغربية وإعلان ما يسمى بصفقة القرن التي تعد جريمة دولية مكتملة الأركان. كل هذا الأمر سمح في إطار تغير هذه السياسة، سمح بإطار تجميع العلاقات العربية على قاعدة بناء تحالف واستبدال العدو الحقيقي للأمة بعدو آخر، وبالتالي إفراز دول طائفية ودول عرقية تفتيت المفتت وتجزئة المجزأ. وفي هذا السياق هذا ما أعلنته سابقا كوندوليزا رايس في إطار مشروع الشرق الأوسط الكبير والفوضى الخلاقة التي بتنا نشهد فصوله في الخريف العربي الذي جرى والذي أثر على الدول ومكانتها وأدى إلى الإضرار بالمصالح العربية بشكل عام، رغم حاجة الشعب العربي إلى دول ديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وباعتبار ذلك يعزز من قوة ومناعة وقوة الدولة ويعالج مشكلة الأقليات والطائفية في إطار دولة المواطنة. ولكن هذا الأمر لم يتحقق، وبالتالي بتنا نشهد قوى إقليمية إيران تركيا إسرائيل هي بالضرورة تعمل من أجل مصالحها ولا تعمل لمصلحة الشعوب العربية، ونحن لدينا عربية غياب في نظرية الأمن القومي العربي، غياب في اتفاقيات الدفاع العربي المشترك، مزيد من التفتت، صراعات بينية عربية وصراعات بينية إقليمية، كل ذلك أثر على المنطقة وسمح لإسرائيل بأن تنمو وتتطور اقتصادها وتتطور علاقاتها في إطار يسمح لها بالتدخل في الشؤون الداخلية حتى العربية.
وبالتالي هذا الأمر أدى إلى تسريع في علاقات التطبيع مع الدول العربية التي هي بحاجة للحماية، أوضاعها الاقتصادية صعبة، مديونيتها عالية، دول غير ديمقراطية. وبالتالي شاهدنا السودان، موريتانيا، شاهدنا سلطنة عمان باتجاه التطبيع. نعم، سلطنة عمان، البحرين التي عقد فيها مؤتمر المنامة، وغيرها من وقطر وغيرها من الدول العربية، ومؤخرا الإمارات التي أعلنت عن هذه العلاقات من السر إلى العلن. نعم، وبالتالي بالضبط في هذه النقطة سيدي، هناك الكثير من المخللين في شأن الدولة أكدوا على أن التطبيع مع الكيان الصهيوني من العديد الدول العربية كان موجود، لكن كان موجود تحت الطاولة وبشكل سري. الجديد فقط أنه تم الإعلان عنه رسميا وإظهاره إلى العيان وإلى الشأن الدولي. نعم، هذا حقيقة صحيحة، وتطورت هذه العلاقات سواء في استقبال وفود رياضية أو ثقافية أو دينية، أو إجراء بعض العلاقات الاقتصادية، أو حتى إجراء علاقات سياسية، ثم حضور بعض ممثلي هذه الدول لإعلان صفقة القرن. وبالتالي بدنا نشهد إلى أن وصلنا إلى رعاية مؤتمر المنامة وغيرها. وهذا يأتي في إطار كما ذكرت لك، في إطار أن تغيرات في القيادة السياسية في دول الخليج، تغيرات في المنطقة العربية، العالم في عصر كورونا وفي عصر العولمة وفي عصر ما بعد العولمة الشعبوية التي أفرزت قيادات دولية تميل إلى اليمين وتغلب لغة مصالح عن بعيدا عن إطارات الشرعية الدولية والأخلاق. نحن نشهد تثبيت لشريعة الغاب بديلا للغة القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في العلاقات الدولية، وتراجع كبير في منظومة الأخلاق، حتى أن الأمم المتحدة كما رأيت تدعم هذا الاتفاق دون الإشارة حتى إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. هي هناك تراجع دولي، هناك تراجع كبير في الاهتمام حتى في مكانة القضية الفلسطينية. ساهم في ذلك الفلسطينيين أنفسهم، نحن مقصرين عندما انقسمنا وتقاتلنا من أجل سلطة تحت الاحتلال، ولم تفلح 14 عام من إنهاء هذا الانقسام المدمر الذي أدى إلى تراجع مكانة القضية الفلسطينية. كما أن هناك استمرار في الرهان على مفاوضات التسوية من قبل فريق فلسطيني، وبالتالي كل ذلك سمح بلجنة التواصل أو تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وسمح باتفاق أوسلو بتسجيل هذا الاختراق. والاختراق كما رأينا منذ كم ديفيد وحتى الآن تكون هناك هرولة باتجاه التطبيع الاحتلال من قبل الأنظمة العربية، وبالتالي تظهر هذه العلاقات من السرية إلى العلانية. وهذا أمر للأسف الشديد سيساعد إسرائيل على مزيد من ارتكاب بحق الشعب الفلسطيني وبشأن الحقوق العربية. حتى أنه يوم أمس تم قصف غزة عشية الإعلان عن التطبيع مع أبو ظبي أو الإمارات. نعم صحيح، إسرائيل تمارس أبشع انتهاكات في ظل حكومة يمينية متطرفة هي وترامب. هي تعزل القدس، تهودها، تستمر في مسلسل الاستيطان وضم الأراضي الفلسطينية، التنكيل ب5000 فلسطيني هم أسرى ومعتقلين في سجون الاحتلال، تقصف غزة وتستمر في حصارها للعام 14 على التوالي، حتى أنها لم تتوارى عن قصف مدرسة تابعة لوكالة الغوث الدولية في وإضرار فيها، إضافة إلى ترويع المدنيين، وتستمر في مأسسة الحصار، بل وتفرض حصارا مشددا على قطاع غزة من خلال إغلاق البحر، منع الوقود، منع مواد البناء إلى آخره، من كل هذه الانتهاكات الجسيمة التي أدت إلى أن يعيش الشعب الفلسطيني في مستوى الكارثة الإنسانية وبالذات في قطاع غزة. وبالتالي هذا الأمر لم يأخذه القادة العرب بنظر الاعتبار، وهم عجزوا مرارا وتكرارا عن وقف هذه الانتهاكات الجسيمة، وبرروا ذلك كل مرة بدعم مالي مشكور من كل الدول، ولكن هذا الحد الأدنى الذي يمكن أن يقدمه العرب. ليس في مصلحة الفلسطينيين أن تكون الدول العربية ليست بخير، ونحن ما نرجو أن تكون كل دولنا العربية بخير وأن تتقدم وأن تكون لها مكانة رائدة في عالم التنمية. طيب، حتى نختم سيد عبد الله عاطي، قلت الآن أنه حتى في الداخل الفلسطيني تم الاكتفاء ببيانات التنديد وأيضا الإعلان عن أنه القضية الفلسطينية طعنت من قبل الجانب الإماراتي. نعم، هذه ردود الأفعال ضعيفة، هذه ردود الأفعال أشبعتهم شتما وفازوا بدبل على قاعدة المثل العربي، هي غير كافية. منذ إعلان ترامب كان لابد من موقف قلب الأمور،
إلغاء اتفاقات أوسلو والاعتراف بدولة الاحتلال ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي والتوجه باتجاه تدويل الصراع مع دولة الاحتلال على قاعدة مقاربة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. كيف نتفاوض مع دولة ترتكب كل يوم جرائم حرب لحق الشعب الفلسطيني؟ لذلك تعظيم الاشتباك الشعبي والدبلوماسي والقانوني مع دولة الاحتلال والتوجه باتجاه مصالحة جادة تنهي الانقسام وتعيد بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس الشراكة السياسية وتسمح بتفعيل كل المؤسسات وفق استراتيجية ومشروع وطني يقوم على تشكيل أوسع جبهة صد عالمية وعربية في مواجهة المخططات بما في ذلك تفعيل حركة المقاطعة وتفعيل نضال الشعوب وكل الحكومات الحرة. فلسطين قضية الشرفاء كانت ولا تزال وبالتالي لا يعيد وإن توجهت دولة هنا إلى علاقات دبلوماسية مع دولة الاحتلال هذه العلاقات ستبقى كما بقت كل العلاقات علاقات قاصرة على مستوى أنظمة ولكن الشعوب سترفضها وستستمر هذه المنطقة في رفض هذا الكيان السرطاني الاستيطاني الاستعماري. نعم وبهذا نختم معك سيد صلاح عبد الغاطي محلل سياسي ورئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني كنت معنا عبر الهاتف من غزة شكرا جزيلا.